بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي، هنشوف محاضرة عامة عن ما هو الذكاء الاصطناعي. طبعا محاضرة عامة تعتبر رقم 2 بالنسبة لطلاب مقرر الذكاء الاصطناعي. اتكلمنا قبل كده في مقدمة وفي محاضرة تانية أو محاضرة، ودي تعتبر محاضرة رقم 3 بعد المقدمة. عايز أتكلم بس كحاجة عامة عن الذكاء الاصطناعي، وقدمت تعريف في المحاضرات اللي فاتت. فأنا بتكلم دلوقتي كمقدمة أو كمحاضرة رقم 2 بعد المقدمة المحاضرة الأولى. والمحاضرات بالشرائح التعليمية وباللغة العربية والإنجليزية هتبقى مرفوعة على اليوتيوب إن شاء الله. يا ريت حد يبقى معايا، لو حد موجود من طلبة الذكاء الاصطناعي أو الخوارزميات أو أي حد في علوم الحاسب يتابع معايا. ده كله هيترفع إن شاء الله. المحاضرات بالشرائح التعليمية بتاعتها هتترفع على المحاضرات الموجودة في، وهبلغكم إن شاء الله من خلال التواصل على الواتساب. Artificial Intelligence and Expert System، اللي هي ميادين الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة. ويا ريت الكل يشوف، مش شرط طالب الذكاء الاصطناعي بس، لا، أنا عايز الطلبة كلها بتاع علوم الحاسب، الطلبة بتاع التكنولوجيا، الطلبة بتاع الرياضيات، يعرفوا يعني إيه ذكاء اصطناعي. Artificial Intelligence، ميادين الذكاء الاصطناعي أو المحاور اللي أنا عايز أتكلم فيها بسرعة العجلة، وهتبقى كل الشرائح التعليمية كلها موجودة في المحاضرة على اللايف إن شاء الله بعد كده، وهتترفع لليوتيوب. ميادين الذكاء الاصطناعي، يعني دي محاضرة تعتبر خاصة بالذكاء الاصطناعي لطلاب الذكاء الاصطناعي، لطلاب مقرر الذكاء الاصطناعي، وعامة لأي حد تاني. ميادين الذكاء الاصطناعي، المصطلحات، أنا بتكلم على المحاور. ميادين الذكاء الاصطناعي، المصطلحات المستخدمة والابريفيشن بتاعها، تعريف النظم الخبيرة، أنواع ومكونات النظم الخبيرة، خصائص النظم الخبيرة والذكاء الاصطناعي، مجالات الأنظمة الخبيرة. أول حاجة، ميادين الذكاء الاصطناعي، طبعا الأنظمة الخبيرة الاكسبرت سيستم. طبعا زي ما قلت لكم المحاضرات هتبقى باللغة الإنجليزية مع العربية على في الشرائح التعليمية على اليوتيوب. الأنظمة الخبيرة أو هي برامج تحتوي على كمية هائلة من المعلومات التي يملكها الخبير، خبير إنساني في حقل معين من حقول المعرفة، وبعض هذه البرامج أثبتت فعاليتها لتوكيد إمكانيات في هذا المجال. طيب، طبعا احنا قلنا قبل كده ان احنا في حاجة إلى، عشان نتعامل مع الذكاء الاصطناعي لابد من ان يكون هناك خبير للمعرفة، يعني انا وهناك مهندس للنظام او مهندس للمعرفة. خبير المعرفة يعني أنا بتاع الكمبيوتر ما يعرفش كيمياء، يبقى أنا عايز خبير في الكيمياء عشان أقدر نمثل هذه المعرفة داخل الكمبيوتر. ده اسمه الخبير بتاع خبير المعرفة، أو اللي هو بيملك المعرفة في مجال معين. تاني حاجة من ميادين الذكاء الاصطناعي اللي هي معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing. ديت بتسعى إلى فهم اللغات الطبيعية من الحاسب، الأوامر مباشرة بهذه اللغة، من المحادثة مع الناس عن طريق الإجابة عن أسئلة معينة. بعد كده برضو من خلال ميادين الذكاء الاصطناعي اللي هو الكلام، السبيتش، اللي هي تزويد الحاسب على فهم الكلام البشري عن طريق تلقي الأصوات من الخارج وإعادة تجميعها والتعرف عليها
ثم الرد عليها. دي الميادين. هناك طبعا النظر او الفيجن اللي احنا بنزود الكمبيوتر باجهزه استشعار ضوئيه تمكنه مثلا من التعرف على الاشخاص او الاشكال الموجوده. الريبوتس برضو احد اهم ميادين الذكاء الاصطناعي، وده عباره عن اله طبعا كهروميكانيكيه تتلقى الاوامر من الحاسب ليقوم باعمال معينه. ده الريبوت يعني. والذكاء الاصطناعي في هذا المجال يشتمل على إعطاء الريبوت القدرة على الحركة وفهم لبعض من العوامل الخارجية. أحمد كان بيسألني، بقول ديب ليرنينج أو الليرنينج، التعلم ده أهمها إيه؟ أهمها التعليم المعزز آليا، وهو محاولة الاستفادة من طاقات الكمبيوتر في مجالات مثلا التربية والتعليم، اللي هو في ده الليرنينج. سألت يعني اكسبير سيستم اي اس الابريفيشن اوف او اختصار للنظام الخبير، كمبيوتر سيستم اور ابلكيشن بازد اون ارتفيشال انتليجنس ديزاين تو ديزاين تو replicate the ability of human expert to solve a problem or perform or sequence of tasks. For example, there is many examples on the expert system. Expert system to mathematics, expert system geology, expert system to an expert system requires a knowledge base. What is the knowledge base? Knowledge base abbreviation of KB, composed of facts and rules basis, plus an inference engine to run the knowledge base. يبقى احنا هنا عشان النظام الخبير، يبقى انا لازم يكون عندي قاعدة او knowledge او قاعدة معرفية هامة في المجال اللي انا بعمل له نظام خبير يعني. لأن هذا النظام يحاكي أداء الخبير البشري في مجال خبرة معين، في عن طريق تجميع واستخدام معلومات وخبرة خبير في أكثر من مجال. ده اللي هي طبعا. يبقى النظام الخبير هنا زي ما احنا قلنا هو نظام تفاعلي مبني على الحاسبات، مصممة بحيث تحاكي تفكير الإنسان أو الخبير البشري في مجال معين للوصول الى، مش احنا قلنا المعرفة عشان نوصل منها الى قرارات واجراءات استدلالية وتوصيات عشان نتخذ القرار. النظام الخبير هو برنامج ذكي ايضا يستخدم القواعد المأخوذة من الخبرة الانسانية على هيئة شروط ونتائج في مجال معين يعني، واستخدام طرق الاشتقاق والاستدلال واستنتاج النتائج المعللة بالأسباب والنتيجة عن تطابق الشروط أو النتيجة مع شرط أو نتيجة ما خاصة بمشكلة معينة يراد إيجاد لها مثلا الحل. أنا بحيي الناس اللي موجودة معايا الوقت على من بتوع الذكاء الاصطناعي. مكونات النظام الخبير أو الاكسبرت سيستم، هناك شقين مثلا يتم في، مش احنا قلنا بنحتاج إلى النوليدج بيز أو قاعدة المعرفة بالتسلسل التالي. اتنين اهو، الخبير اللي هو خبير بتاع المجال زي ما قلت لكم الاكسبيرت،
أو مجموعة الخبراء في مجال معين مطلوب الحصول على نظام الخبرة فيه، حيث يقوم بإعطاء كل ما جمعوه من خبرة بأدق التفاصيل إلى الإنجينير أو النوليدج إنجينير اللي هو مهندس، اللي هو مهندس المعرفة. يبقى شقين مهمين جدا في مكونات النظام الخبير، اللي هو الخبير واللي هو الإنجينير أو النوليدج إنجينير اللي هو مهندس المعرفة. ومهندس المعرفة يتولى وضع الخبرة في شكل قواعد، في شكل قواعد للتضمين الشرطي متضمنة الشروط والنتائج لهذه الشروط، وذلك تطبيق التقنيات المختلفة. ده اللي هو الشقين، الشق الأولاني والشق الأولاني قلنا الخبير ومهندس المعرفة knowledge engineer والإكسبرت. الشق الثاني يتم فيه طرح الأسئلة من قبل المستخدم، ده يبقى احنا هنحتاج إلى اليوزر، يبقى فيه تسلسل من قبل المستخدم للحصول على نتائج أو النصيحة من النظام الخبير، والذي يتم على بالتسلسل التالي: أول حاجة المستخدم اللي هو اليوزر، العديم الخبرة أو ذو الخبرة المحدودة والذي يريد أن يحصل على المعرفة الحقيقية والخبرة المكتسبة لأي مشكلة في أي مجال يعني. مدخل بقى الموائمة للمستخدم اللي هو اليوزر انترفيس، ده بيسمح بتبادل المعرفة بين المستخدم وقاعدة المعرفة، والذي يجعل سؤال المستخدم مفهوما من قبل قاعدة الايه المعرفة. يبقى ده الشق الثاني اللي هو اليوزر واليوزر انترفيس. الكنترول أداة تحكم، اللي هي أداة تحكم داخلية في محرك الاستدلال وقاعدة المعرفة للإجابة على أي سؤال مطلوب من قبل مثلا المستخدم. محرك الاستدلال اللي هو الانفيرنس انجن، وده بيقوم بعمل شبه المحرك، وذلك لتوجيه البحث في الاتجاهات المختلفة بقاعدة المعرفة اللي احنا قلنا عليها، إلى أن تتم على الإجابة على السؤال المستخدم. طبعا كفاءة نظام الخبير، هناك أنظمة خبيرة متعددة في مجالات زي التنقيب عن البترول والخامات المعدنية، أنظمة لإصلاح الأعطال، أنظمة في ترتيب تشكيلة أنظمة الحاسبات مثلا الإلكترونية وغيرها من الأجهزة الدقيقة. هناك قائمة بأهم النظم الخبيرة المعروفة حتى اليوم. طبعا هناك أنظمة خبيرة قلنا للتنقيب عن البترول، أنظمة خبيرة في مجال الطب، في مجال التعليم، هنتكلم عن من خلال الشرائح على هذه الأنظمة الخبيرة من خلال الشرائح التعليمية إن شاء الله بالتفصيل، وهندي بعض الأمثلة على النظم الخبيرة. هناك نظام خبير في صناعي يستعمل في برمجة وعملية تصنيع ومراقبة المنتج مثلا في خطوط الإنتاج. هناك نظام خبير في الكيمياء، نظام خبير في الرياضيات، يعالج أو يؤدي عملية المعالجة الرمزية للمصطلحات الرياضية. وطبعا أول نظام في الرياضيات حط كنظام خبير بمعرفة شركة اسمها MIT، دي صممت في الرياضيات، كل شركة عملت حاجة. طبعا هناك متطلبات عامة يجب أن تتوافر في أي نظام خبير، الكلام ده كله هنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله من خلال الشرائح التعليمية. هناك الأنظمة الخبيرة برضو مجالات معينة أثبتت قدرتها
اشتهرت في التخطيط البلاننج، في تحليل العوارض وتحديد الأخطاء، في التصميم أو الديزاين، في القيادة والسيطرة اللي هي الكوماند اند كنترول، وغيرها في المجالات المتخصصة كتير جدا. نستنتج من كل الكلام اللي أنا قلته إن ما تقد أي نظام خبير وبالأحرى أو نظم قواعد المعرفة اللي هي النوليدج بيس سيستم، وهناك أنظمة جديدة أيضا نوليدج بيس سيستم، أنظمة جديدة ذات قدرات تفوق بمراحل قدرات الأنظمة الآلية التقليدية اللي هي منذ البداية، اللي لها القدرة على الاستنتاجات من بيانات ناقصة أو متناقضة اللي هي الانكمبليت اند incomplete knowledge اللي هي البيانات اللي مش مكتملة أو الناقصة. وهناك أو هذه وهناك أنظمة ديت ليه بقى؟ البيانات الناقصة ديت تحاكي الخبراء مثلا والقادة العسكريين الذين غالبا ما يتخذون القرارات تحت هذه الظروف اللي هي بتكون incomplete اللي هي الغامضة. وبالتالي الذكاء الاصطناعي ممكن أن يتوقع أو يعطي القرار حتى في ظل هذه البيانات المتناقضة. يعني طبقت incomplete knowledge طبعا والذكاء الاصطناعي طبق في مجالات تتناسب مع المعرفة. يعني طبعا من الأنظمة الخبيرة من خلال الذكاء الاصطناعي في مجال الطب التشخيصي، وقلنا قبل كده في مجالات كتير جدا، وكده بقى إن شاء الله كفاية عليكم النهاردة، وإن شاء الله المحاضرات تفاعلية من خلال الشرائح كلها موجودة على اليوتيوب أبنائي الأعزاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلاب المستوى الثاني شعبة تكنولوجيا بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب كلية العلوم جامعة بورسعيد، كل عام وأنتم بخير. في هذا اللقاء الأول الخاص بمقرر الذكاء الاصطناعي أو الـ Artificial Intelligence، هذه المقدمة اسمحوا لي أن أقدم مقدمة تاريخية عن الذكاء الاصطناعي، ويليه المحاضرات إن شاء الله بالشرائح التعليمية ما بين اللغتين الإنجليزية والعربية، سأقوم بشرحها إن شاء الله بعد هذا اللقاء الأول أو المقدمة الأولى عن الذكاء الاصطناعي. أبنائي، الذكاء الاصطناعي أو الـ Artificial Intelligence ده أحد فروع الحاسب أو علوم العلوم الحاسب، وإحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي. ويمكن أن نتعرض إلى تعريف مصطلح الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، the abbreviation أو الاختصار بتاع هذا المصطلح اللي هو AI. مصطلح الذكاء الاصطناعي التعريف المبدئي له، قدمت تعريف كثيرة
ولكن التعريف المبدئي هو أنه قدرة الآلة أو الحواسيب الرقمية على القيام بمهام معينة تحاكي وتشابه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكية كالقدرة على التفكير أو التعلم أو التعلم من التجارب السابقة أو غيرها من العمليات الأخرى. هذه العمليات قد تتطلب عمليات أيضا ذهنية، كما يهدف الذكاء الاصطناعي إلى الوصول إلى أنظمة تتمتع بالذكاء وتتصرف على النحو الذي يتصرف به الإنسان أو البشر، يعني من حيث التعلم والفهم، بحيث تقدم تلك الأنظمة لمستخدميها خدمات مختلفة من التعليم، من الإرشاد، من التفاعل، وما إلى ذلك، إلى العديد من المهام. تاريخ الذكاء الاصطناعي أبنائي الأعزاء يعود إلى ظهور هذا المصطلح. مصطلح الذكاء الاصطناعي ظهر في العقد الخمسين من القرن العشرين، وتحديدا منذ سنة 1950. ليه هذا التاريخ؟ قام العالم ألان تيورينغ، هذا العالم له اختبار ما يسمى، أول ما قدم اختبار ما يسمى بتيورينج تيست، الذي يعنى بتقديم هذا الاختبار يعنى بتقديم الذكاء لجهاز الكمبيوتر وتصنيفه ذكيا في حالة قدرته على محاكاة العقل البشري. بعد ظهور هذا الاختبار بعام واحد، تم إنشاء أول برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي من قبل أيضا عالم اسمه كريستوفر ستراشي. ده كان يشغل منصب رئيس أبحاث البرمجة في جامعة إكسفورد، ومن عندما بدأ كريستوفر بدأ بعمل بأول حاجة استطاع تشغيل لعبة، اللي هي لعبة الدامة، عبر جهاز الكمبيوتر وتطويرها. وبعد كده جه بعض عفوا بعض العلماء، مثل قاموا واحد اسمه أنتوني تينجر، ده من جامعة كامبريدج، أيضا صمم تجربة محاكاة من خلال جهاز الكمبيوتر لعملية تسوق اللي بيقوم بها الشخص البشري في أكثر من مكان من متجر أو مؤسسة. وقد هدفت هذه المحاكاة إلى قياس قدرة الكمبيوتر على التعلم، وكانت هذه أول تجربة ناجحة لما يعرف بتعلم الآلة أو الماشين ليرنينج. يعني بعد هذا الإعلان عن تعلم الآلة، تم إعلان مفهوم الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي سنة 1956، ولكنه لم يحقق أي تقدم على مدى 20 عام تقريبا بعد هذا التاريخ. وقد يعود سبب ذلك إلى القدرات الحاسوبية المحدودة التي كانت متوفرة آنذاك. أما في عام 1979 تم
بناء مركبة، وهي أول مركبة مسيرة عن طريق الكمبيوتر يعني. بعد كده عام 97 تمكن أول جهاز حاسب من التغلب على منافس بشري مثلا في لعبة الشطرنج. وبعد ذلك بدأت بقى وتيرة التصارع في علم الذكاء الاصطناعي منذ بداية 21 حتى طبعا أصبح الروبوت يتفاعل مع المشاعر المختلفة من خلال تعابير الوجه، وأصبحت تقوم بمهام صعبة اللي هو مثل مهمة البحث والاستكشاف أو عن الأماكن النائية في القطب الجنوبي، ويحدد موقع النيازك في مناطق معينة. ده بعد سنة دي منذ سنة 97 يعني. ده تعريف مبسط عن الذكاء الاصطناعي أو تاريخ بسيط عن الذكاء الاصطناعي. أما عن أنواع الذكاء الاصطناعي، يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي المحدود أو الضيق اللي هو الويك أور مثلا أو نارو اي اي أو الويك اي اي ويك ارتفيشال انتليجنس. أحد أنواع الذكاء الاصطناعي التي تقوم أو تستطيع القيام بمهام محددة واضحة، زي مثلا السيارات ذاتية القيادة أو برامج التعرف على الكلام والصور أو برامج لعب الشطرنج الموجودة في الأجهزة الذكية. ويعتبر هذا النوع من الذكاء الاصطناعي اللي هو أكثر أنواع شيوعا ويتوفر في وقتنا الحالي يعني. أما الذكاء الاصطناعي العام برضو هذا في وقتنا الحالي اللي هو General Artificial Intelligence، هذا النوع يمكن أن يعمل بقدرة تشابه قدرة الإنسان من حيث التفكير، لأنه يركز على جعل الآلة قادرة على التفكير والتخطيط من تلقاء نفسها يعني، وبشكل يشابه الفكر أو التفكير البشري أو الإنساني، إلا أنه لا يوجد هناك أي أمثلة عملية على هذا النوع، أو وجدت بعض الأمثلة البسيطة، فكل ما يوجد به حتى الآن مجرد دراسات بحثية تحتاج للكثير من الجهد لتطويرها وتحويلها إلى واقع، وذلك عن طريق أو عن طريق الشبكات العصبية الاصطناعية اللي هي الارتفيشال انتليجنس ارتفيشال نيورال نتورك. دي من طرق الذكاء الاصطناعي العام. هذه تعنى بإنتاج نظام شبكيات أو شبكات عصبية للآلة مشابهة لتلك التي يحتويها الجسم البشري أو الإنسان. يبقى احنا قلنا النوع الأولاني اللي هو الويك، النوع الثاني اللي هو الذكاء الاصطناعي العام. النوع الثالث من الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الفائق اللي هو السوبر اي اي. النوع ده بيفوق مستوى ذكاء البشر لأنه يستطيع القيام بالمهام بشكل أفضل مما يقوم به الإنسان المتخصص وذو المعرفة في وقت سريع جدا. ولهذا النوع أبنائي
العديد من الخصائص التي لا بد أن يتضمنها، كالقدرة مثلا على التعلم، كالتخطيط، كالتواصل التلقائي، كإصدار الأحكام، إلا أن هذا المفهوم من الذكاء الاصطناعي الفائق يعتبر مفهوما افتراضيا ليس له أي وجود في عصرنا الحالي، افتراضي. ويمكن أيضا تصنيف الذكاء الاصطناعي تبعا للوظائف الذي يقوم بها. هذا التصنيف هناك أربع أنواع مختلفة. هناك الآلات التفاعلية، يعني هناك الذكاء الاصطناعي الخاص بالآلات التفاعلية الرياكتيف ماشينز، دي أبسط أنواع الذكاء الاصطناعي. يفتقر هذا النوع إلى القدرة على التعلم من الخبرات السابقة والخبرات الماضية لتطوير الأعمال المستقبلية، فهو يتفاعل مع التجربة الحالية أو التجارب الحالية لإخراجها بأفضل شكل. وهناك أمثلة في هذا النوع من الذكاء الاصطناعي اللي هي أجهزة، اللي هي الديب، أجهزة ديب دي تم تطويرها في شركة IBM، ونظام ألفا جو التابع لشركة جوجل أيضا. الذاكرة المحدودة، يستطيع نوع الذكاء الاصطناعي ذو الذاكرة المحدودة اللي هو Limited Memory، برضو هذا التصنيف طبقا للأربع أنواع مختلفة. يبقى هنا الذكاء الاصطناعي ذو الذاكرة المحدودة. الذاكرة المحدودة هنا، الذكاء الاصطناعي ذو الذاكرة المحدودة هيعمل تخزين بيانات التجارب السابقة لفترة زمنية محددة. ويعد نظام القيادة الذاتية من أفضل الأمثلة على هذا النوع، حيث يتم تخزين السرعة الأخيرة للسيارات الأخرى ومقدار مثلا بعد السيارة عن السيارات الأخرى والحد الأقصى للسرعة وغيرها من البيانات الأخرى اللازمة للقيادة عن عبر الطرق. نظرية العقل طبقا لتصنيف الأربع أنواع اللي هي Theory of Mind، يعني هذا النوع من الذكاء الاصطناعي بفهم الآلة المشاعر الإنسانية والتفاعل مع الأشخاص والتواصل معهم. وبرضه هنا لا يوجد أي تطبيقات عملية حالية على هذا النوع من الذكاء الاصطناعي. من ضمن التصنيفات الأربعة الإدراك الذاتي، وهذا يعتبر نوع الإدراك الذاتي اللي هو السيلف، من التوقعات المستقبلية التي يصبو إليها علم الذكاء الاصطناعي، بحيث يتكون لدى الآلة وعي ذاتي ومشاعر خاصة، الأمر الذي سيجعله أكثر ذكاء من الكائن البشري. ولا يزال هذا المفهوم لتصنيف بس، ولا يزال هذا المفهوم غير موجود على الأرض، على أرض الواقع خالص. فهناك أيضا حقول فرعية للذكاء الاصطناعي، يوجد العديد من المجالات الفرعية للذكاء الاصطناعي، وهي تعلم الآلة زي ما احنا قلنا الماشين ليرنينج، وده قلناها. وقلنا بعد كده تنقيب البيانات في والداتا مايننج، صح، دي من ضمن برضو الانفورميشن ريتريفل
برضو استرجاع المعلومات. يتطلب أولا من خلال حقول الذكاء الاصطناعي لابد وأن أحتاج إلى ما يسمى بالنوليدج ريبريزنتيشن اللي هي تمثيل المعرفة. الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل في المحاضرات. هيعتبر تمثيل المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي ده يهتم بتمكين الآلات من التفكير واتخاذ القرار. طبعا عشان اتخاذ أي قرارات ذكية تصدر عن الآلة هناك لابد من استخدام التفكير المنطقي والتفكير الاحتمالي اللي هي اللوجيك والبروبابيليتي. فالتفكير المنطقي في الذكاء الاصطناعي أحد الأشكال المختلفة للتفكير، فيتم خلاله يتم استنتاج الحقائق واستنباطها من بيانات متوفرة. ودي معلش مقدمة بسيطة عن الذكاء الاصطناعي، وإن شاء الله من خلال المحاضرات هنستعرض كل شيء بالتفصيل عن طريق المحاضرات إن شاء الله بالشرائح التعليمية مقدمة باللغة والشرح باللغة الإنجليزية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب المستوى الثاني شعبة التكنولوجيا بقسم الرياضيات كلية العلوم جامعة بورسعيد، معكم دكتور أحمد سلامة إن شاء الله في مقرر الذكاء الاصطناعي، وهذه تعتبر المحاضرة الأولى بعد المقدمة التي أجريت من قبل، المقدمة التاريخية التي قدمناها عن الذكاء الاصطناعي وتاريخه. Artificial Intelligence Course Lectures for Second Level Students. Bourseid University Faculty of Science Department of Mathematics and Computer Science. What is the artificial intelligence? أنا تناول الذكاء الاصطناعي وبعض التطبيقات عليه. يخدم الذكاء الاصطناعي اتجاهات متعددة، طبعا أنا قلت الكلام ده كله في المقدمة، خرج منها بعضها إلى مجال التطبيق والآخر إلى مجال البحث والتطوير، ولا يزال الكثير في حلم الإنسان، وده أنا عرفت لكم في المقدمة التاريخية للذكاء الاصطناعي. طبعا بعد كده الشرائح التعليمية هتبقى كاملة in English، إنجليزي وبعض الابريفيشن والمصطلحات باللغة العربية والإنجليزية، والشرائح التعليمية إن شاء الله هتبقى باللغة الإنجليزية. مفهوم الذكاء الاصطناعي اللي احنا المفهوم نفسه، ان الذكاء الاصطناعي ده عرفت لكم في المقدمة ان هو فرع من فروع علم الحاسب اللي بيهتم بتصميم وبناء أنظمة حاسوبية أو ذات صفات ذكية تؤهله لتعلم مفاهيم ومهمات جديدة استجابة إلى الظروف المحيطة، وقادرة على التفاعل مع الإنسان بالصوت طبعا والصورة، والكلام ده أنا قلت لكم في بداية اللقاء مع المقدمة التاريخية. استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات كثيرة، منها النظم الخبيرة Expert Systems، أو النظام الخبير، يعني
هناك معالجة اللغات الطبيعية اللي هي Natural Language Processing. بعض المصطلحات لازم نكون عارفينها عشان هنتعرض بعد كده بالتفصيل في المحاضرات القادمة في الشرائح إن شاء الله هتكون باللغة الإنجليزية كاملة. تمييز الأصوات اللي هي Voice Recognition. استخدم الذكاء الاصطناعي في تطبيقات كثيرة منها النظم الخبيرة، معالجة اللغة الطبيعية، تمييز الأصوات، image analysis أو تحليل الصور. دي بعض الكلام بالمصطلحات أو المصطلحات الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي أو artificial intelligence. وقلنا abbreviation من مقدمة، قلنا AI. النظم الخبيرة، النظام الخبير ده هو مجموعة من قواعد المعرفة المتعلقة بمجال معين، ويتمثل ذكاء مثل الأنظمة الخبيرة في قدرتها على التعلم واكتساب الخبرات الجديدة. يعني أنا مثلا عايز أعمل نظام خبير في مجال البترول، نظام خبير في الكشف عن مرض، نظام خبير في مقرر دراسي في مفاهيم وتمثيل المعرفة، وبعد كده ده اللي هو النظام أو الخبير. هيستخدم الأنظمة الخبيرة تستخدم في مجالات عديدة أهمها الطب لتشخيص الأمراض عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة على المريض واقتراح اسم الدواء والعلاج وتقديم مثلا تقرير يبين كيف تم الوصول إلى هذه النتائج. طبعا احنا تعرضنا لتعريف الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة طبعا في المقدمة أيضا. بعد كده معالجة اللغات الطبيعية، الأربع أو أهم أربع مجالات. هيتم معالجة اللغات الطبيعية من خلال مجموعة من الأنظمة قائمة على أساس معالجة اللغات الطبيعية عن طريق وضع أسس وقواعد لفهم ترابط الكلمات في الجملة، جملة المفيدة طبعا، وفهم القواعد والإعراب لتحليل الجملة إلى أسماء وأفعال وصفات وأحوال وأدوات ربط وغيرها. دي اللي هي اللغات الطبيعية. مثال ذلك مثلا التدقيق الإملائي والنحوي في حزم البرامج في المايكروسوفت، إزاي تدقق إملائيا برضو من خلال معالجة اللغات الطبيعية عن طريق الذكاء الاصطناعي. تمييز الأصوات أيضا، يسعى العلماء إلى استخدام طرق أو الأوامر الصوتية لتجعل الحاسوب ينفذ أمرا معينا بدلا من وسائل الإدخال التقليدية مثل لوحة المفاتيح، الفأرة وهكذا. يبقى في أوامر اللي هي صوتية لتمييز الأصوات. ومدى هذا الأمر قيد الدراسة والبحث لصعوبة هذا الأمر لعدة أسباب، منها إن فهم الكلام يعتمد على فهم سياق الكلام وليس مقتصر على كلمة واحدة فقط. تحليل الصور طبعا لا تعني الصورة للحاسب إلا مجرد ملف، هو ملف رقمي يخزن مجموعة من النقاط الضوئية أو البيكسلز. وهنا دور الذكاء الاصطناعي يتمثل في كيفية تحليل الصورة بهدف فهم المضمون أو التعرف عليها أو لتحقيق ذلك. اقترح العلماء الذكاء الاصطناعي على خصائص الصورة مثل اللون، مثل العمق، مثل حدود وجوانب الأشياء الظاهرة في الصورة. هذا هو التحليل. يعني الذكاء الاصطناعي طبعا عرفناه في المقدمة، أنا عايز أعرف تاني الذكاء الاصطناعي لأنه له تعريف عدة وتعريف شتى. العلماء اعتمدوا أربع مداخل لتعريف الذكاء الاصطناعي، وهي التفكير كإنسان، think like humans. think like humans هو العلم الذي يجعل الحاسب يفكر
يعني معناها آلة لها عقل يعني. يبقى هنا أول تعريف، التعريف التفكير كإنسان. طيب طالما في تفكير يبقى فيه الفعل كإنسان اللي هو act like a human. هو العلم الذي يمكن الآلة من القيام بتنفيذ أعمال لو نفذت من قبل البشر لا تطلبت ذكاء طبعا. النوع الثالث أو المدخل الثالث لتعريف الذكاء الاصطناعي اللي هو التفكير العقلاني، اللي هو عبارة عن يقوم بتنفيذ مهام العقل البشري عبر الحوسبة. طيب ما دام هناك تفكير عقلاني يبقى هناك فعل عقلاني اللي هو الأكت، ده دراسة تصميم وظائف ذكية عن طريق حوسبة. يبقى الذكاء الاصطناعي اختصاره ده ما قلنا قبل كده Artificial Intelligence، مصطلح بيطلق على علم من أحدث علوم الحاسب الآلي، وينتمي هذا العلم إلى الجيل الحديث من أجيال الحاسب الآلي، ويهدف إلى أن يقوم الحاسب بمحاكاة، والكلام ده قلته بالتفصيل، بمحاكاة عمليات الذكاء التي تتم داخل العقل البشري، بحيث تصبح لدى الحاسب المقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار بأسلوب منطقي ومرتب وبنفس طريقة أو نهج تفكير العقل البشري. نأتي لعمليات الذكاء الاصطناعي. طبعا التعليم هو اكتساب المعلومات والقواعد التي تستخدم وتستخدم هذه العمليات. هناك تعليم وهناك التعليل، استخدام القواعد السابقة للوصول إلى استنتاجات تقريبية أو ثابتة. هناك أيضا من ضمن العمليات التصحيح التلقائي أو الذاتي. من ضمن العمليات هو التصحيح التلقائي أو الذاتي، باختصار هو فرع من فروع علوم الحاسوب. يعنى بميكنة السلوك الذكي عند الإنسان، وفيها نحتاج إلى طبعا نظام بيانات يستخدم لتمثيل المعلومات والمعرفة، خوارزميات، تحتاج الخوارزميات طبعا هنحتاج في التصحيح التلقائي والذاتي باختصار إلى نظام بيانات يستخدم لتمثيل إيه؟ المعلومات والمعرفة. خوارزميات نحتاج إليها لرسم طريقة واستخدام هذه المعلومات. لغة برمجة تستخدم لتمثيل كل من المعلومات والخوارزميات. الهدف من الذكاء الاصطناعي، الهدف البعيد هو تطوير أنظمة تحقق مستوى الذكاء، ويكون هذا الذكاء شبيه بذكاء البشر أو أفضل منه. ولم يتحقق بعد ذلك أن ذكاء الآلة لا يمكن أن يكون أفضل من ذكاء البشر. الهدف القريب تطوير أنظمة متعلقة ببعض المجالات تحقق مستوى طبعا من الذكاء للآلة شبيه بذكاء البشر أو أفضل منه. طبعا تحقق حاليا في العديد من في بعض المجالات، يعني دي اللي هي الهدف، تحقيق مستوى من الذكاء يعني. أنظمة. مفاهيم الذكاء الاصطناعي وعلاقته ببقية فروع العلوم الأخرى. المفهوم الأساسي طبعا للذكاء الاصطناعي قلنا هو السعي لنقل الذكاء البشري إلى الأجهزة والبرمجيات، ده اللي هو مفهوم الذكاء الاصطناعي. طبعا لتحقيق هذا المفهوم يجب أن نجيب على بعض التساؤلات، منها كيف يمكن أن نمثل الذكاء داخل الحاسب،
ثانيا ما هي المجالات التي تستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ ثالثا ما الفرق بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبقية التطبيقات؟ السؤال الأخير، هل هناك برامج أو أجهزة خاصة لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ شاتا لونغ الشخص الوحيد هنا في هذا التيست، الشخص الوسيط بقى هنا بقى الشخص الوسيط الوحيد، هقوله تاني، الشخص الوسيط لا يستطيع أن يشاهد أو يتحدث بشكل مباشر لأي من الطرفين. هذه الصورة توضح ذلك. لا يعرف فعليا أي طرف، لا يعرف فعليا أي طرف هو الآلة. يمكن أن يتواصل مع الطرفين بأسلوب نصي فقط عن طريق أجهزة متخصصة. هذا الشكل يوضح الشاتي. إنما يستطيع الوسيط أن يميز الآلة من الإنسان، عندها يمكننا أن نفترض أن الآلة ذكية. الذكاء الاصطناعي مقارنة بالعقل البشري، طبعا هناك التصنيف، تم تحديد جوانب تفوق الذكاء البشري على برامج الحاسب التقليدية في طريقة الاستنتاج والتفكير ليتم تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي عشان تقلد تصرفات العقل البشري. طبعا خطوات التفكير البشرية، هناك التصنيف classification، تحديد الرولز أو القوانين، هناك الاكسبيرمنتس أو التجارب، هناك الخبرة أو الاكسبيرينس الخبرة السابقة، هناك التنبؤ، ده خطوات تفكير، وهناك مقارنة بين الحاسب والعقل البشري من خلال وحدات المعالجة، الحاسب والعقل البشري والخلايا العصبية والنهايات العصبية. طبعا تنفيذ المهام هنا، تنفيذ تعليمات البرنامج ده في الحاسب، التنفيذ هنا مع الإنسان، مع التعلم، مع خاصية إدارة المعلومات المتوفرة لديه. ده مقارنة ما بين الحاسب والعقل البشري من خلال وحدات المعالجة، الوحدات التخزينية، الدورات الزمنية، عرض الموجة، تحديث الذاكرة في الثانية، كيفية التعامل مع الذاكرة، كيفية تنفيذ المهام. المفاهيم العامة للذكاء الاصطناعي النوليدج بيز، اللي أول حاجة زي ما اتفقنا لابد من تمثيل المعرفة. كيف يمكن تمثيل الذكاء في الحاسب؟ من خلال وضع مجموعة المعرفة داخل الحاسب من خلال النوليدج بيز. أولا لابد من التمثيل. استخدام أدوات برمجية تدعى محرك الاستنتاج الانجن، اللي هي تقوم بالبحث واستخلاص النتائج من هذه القاعدة بصورة تشبه طريقة الاستنتاج عند البشر. يتم بناء قواعد المعرفة من خلال تحويل المعرفة إلى حقائق وقواعد أو معالجات منطقية، وهنتناول تمثيل المعرفة بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرات اللي جاية. محرك الاستنتاج هو عبارة عن طريق البحث المختلفة التي تستعمل لاستخراج نتائج أو توليد معارف جديدة. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتناول تمثيل المعرفة من خلال الشرائح التعليمية باللغة الإنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلاب المستوى الثاني
شعبة التكنولوجيا بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب كلية العلوم جامعة بورسعيد. كل عام وأنتم بخير. في هذا اللقاء الأول الخاص بمقرر الذكاء الاصطناعي أو الـ Artificial Intelligence، هذه المقدمة اسمحوا لي أن أقدم مقدمة تاريخية عن الذكاء الاصطناعي، ويليه المحاضرات إن شاء الله بالشرائح التعليمية ما بين اللغتين الإنجليزية والعربية، سأقوم بشرحها إن شاء الله بعد هذا اللقاء الأول أو المقدمة الأولى عن الذكاء الاصطناعي. أبنائي، الذكاء الاصطناعي أو الـ Artificial Intelligence ده أحد فروع الحاسب أو علوم العلوم الحاسب، وإحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي. ويمكن أن نتعرض إلى تعريف مصطلح الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، the abbreviation أو الاختصار بتاع هذا المصطلح اللي هو AI. مصطلح الذكاء الاصطناعي، التعريف المبدئي له، قدم التعريف كثيرة، ولكن التعريف المبدئي هو أنه قدرة الآلة أو الحواسيب الرقمية على القيام بمهام معينة تحاكي وتشابه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكية كالقدرة على التفكير أو التعلم أو التعلم من التجارب السابقة أو غيرها من العمليات الأخرى. هذه العمليات قد تتطلب عمليات أيضا ذهنية، كما يهدف الذكاء الاصطناعي إلى الوصول إلى أنظمة تتمتع بالذكاء وتتصرف على النحو الذي يتصرف به الإنسان أو البشر، يعني من حيث التعلم والفهم، بحيث تقدم تلك الأنظمة لمستخدميها خدمات مختلفة من التعليم، من الإرشاد، من التفاعل وما إلى ذلك، إلى العديد من المهام. تاريخ الذكاء الاصطناعي أبنائي الأعزاء يعود إلى ظهور هذا المصطلح، مصطلح الذكاء الاصطناعي ظهر في العقد الخمسين من القرن العشرين، وتحديدا منذ سنة 1950. ليه هذا التاريخ؟ قام العالم ألان تيورينغ، هذا العالم له اختبار ما يسمى، أول ما قدم اختبار ما يسمى بتيورينغ تيورينغ تيست، الذي يعنى بتقديم هذا الاختبار يعنى بتقديم الذكاء لجهاز الكمبيوتر وتصنيفه ذكيا في حالة قدرته على محاكاة العقل البشري. بعد ظهور هذا الاختبار بعام واحد تم إنشاء أول برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي من قبل أيضا عالم اسمه كريستوفر ستراشي. ده كان يشغل منصب
رئيس أبحاث البرمجة في جامعة إكسفورد، ومن عندما بدأ كريستوفر بدأ بعمل بأول حاجة استطاع تشغيل لعبة اللي هي لعبة الدامة عبر جهاز الكمبيوتر وتطويرها. وبعد كده جه بعض بعض العلماء مثل قاموا واحد اسمه أنتوني تينجر ده من جامعة كامبريدج أيضا صمم تجربة محاكاة من خلال جهاز الكمبيوتر لعملية تسوق اللي بيقوم بها الشخص البشري في أكثر من مكان من متجر أو مؤسسة. وقد هدفت هذه المحاكاة إلى قياس قدرة الكمبيوتر على التعلم، وكانت هذه أول تجربة ناجحة لما يعرف بتعلم الآلة أو الماشين ليرنينج. يعني بعد هذا الإعلان عن تعلم الآلة تم إعلان مفهوم الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي سنة 1956، ولكنه لم يحقق أي تقدم على مدى 20 عام تقريبا بعد هذا التاريخ. وقد يعود سبب ذلك إلى القدرات الحاسوبية المحدودة التي كانت متوفرة آنذاك. أما في عام 1979 تم بناء مركبة، وهي أول مركبة مسيرة عن طريق الكمبيوتر. يعني بعد كده عام 97 تمكن أول جهاز حاسب من التغلب على منافس بشري مثلا في لعبة الشطرنج. وبعد ذلك بدأت بقى وتيرة التصارع في علم الذكاء الاصطناعي منذ بداية 21 حتى طبعا أصبح الروبوت يتفاعل مع المشاعر المختلفة من خلال تعابير الوجه، وأصبحت تقوم بمهام صعبة اللي هو مثل مهمة البحث والاستكشاف أو عن الأماكن النائية في القطب الجنوبي، ويحدد موقع النيازك في مناطق معينة. ده بعد سنة دي منذ سنة 97. ده تعريف مبسط عن الذكاء الاصطناعي أو تاريخ بسيط عن الذكاء الاصطناعي. أما عن أنواع الذكاء الاصطناعي، يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي المحدود أو الضيق اللي هو الويك أور مثلا أو نارو AI أو الويك AI ويك Artificial Intelligence. أحد أنواع الذكاء الاصطناعي التي تقوم أو تستطيع القيام بمهام محددة واضحة، زي مثلا السيارات ذاتية القيادة أو برامج التعرف على الكلام والصور أو برامج لعب الشطرنج الموجودة في الأجهزة الذكية. ويعتبر هذا النوع من الذكاء الاصطناعي اللي هو أكثر أنواع شيوعا ويتوفر في وقتنا الحالي. يعني أما الذكاء الاصطناعي العام برضو هذا في وقتنا الحالي اللي هو General Artificial Intelligence، هذا النوع يمكن أن يعمل بقدرة تشابه قدرة الإنسان من حيث التفكير.
لأنه يركز على جعل الآلة قادرة على التفكير والتخطيط من تلقاء نفسها يعني، وبشكل يشابه الفكر أو التفكير البشري أو الإنساني، إلا أنه لا يوجد هناك أي أمثلة عملية على هذا النوع، أو وجدت بعض الأمثلة البسيطة، فكل ما يوجد بها حتى الآن مجرد دراسات بحثية تحتاج للكثير من الجهد لتطويرها وتحويلها إلى واقع، وذلك عن طريق أو عن طريق الشبكات العصبية الاصطناعية اللي هي الارتفيشال انتليجنس، ارتفيشال نيورال نيتورك. دي من طرق الذكاء الاصطناعي العام. هذه تعنى بإنتاج نظام شبكيات أو شبكات عصبية للآلة مشابهة لتلك التي يحتويها الجسم البشري أو الإنسان. يبقى احنا قلنا النوع الأولاني اللي هو الويك، النوع الثاني اللي هو الذكاء الاصطناعي العام. النوع الثالث من الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي الفائق اللي هو السوبر AI. النوع ده بيفوق مستوى ذكاء البشر، لأنه يستطيع القيام بالمهام بشكل أفضل مما يقوم به الإنسان المتخصص وذو المعرفة في وقت سريع جدا. ولهذا النوع أبنائي العديد من الخصائص التي لابد أن يتضمنها، كالقدرة مثلا على التعلم، كالتخطيط، كالتواصل التلقائي، كإصدار الأحكام، إلا أن هذا المفهوم من الذكاء الاصطناعي الفائق يعتبر مفهوما افتراضيا ليس له أي وجود في عصرنا الحالي، افتراضي. ويمكن أيضا تصنيف الذكاء الاصطناعي تبعا للوظائف الذي يقوم بها. هذا التصنيف هناك أربع أنواع مختلفة. هناك الآلات التفاعلية، يعني هناك الذكاء الاصطناعي الخاص بالآلات التفاعلية الرياكتيف ماشينز، دي أبسط أنواع الذكاء الاصطناعي. يفتقر هذا النوع إلى القدرة على التعلم من الخبرات السابقة والخبرات الماضية لتطوير الأعمال المستقبلية، فهو يتفاعل مع التجربة الحالية أو التجارب الحالية لإخراجها بأفضل شكل. وهناك أمثلة في هذا النوع من الذكاء الاصطناعي اللي هي أجهزة اللي هي الديب، أجهزة ديب دي تم تطويرها في شركة IBM، ونظام ألفا جو التابع لشركة جوجل أيضا. الذاكرة المحدودة، يستطيع نوع الذكاء الاصطناعي ذو الذاكرة المحدودة اللي هو Limited Memory، برضو هذا التصنيف طبقا للأربع أنواع مختلفة. يبقى هنا الذكاء الاصطناعي ذو الذاكرة المحدودة. الذاكرة المحدودة هنا الذكاء الاصطناعي ذو الذاكرة المحدودة هيعمل تخزين بيانات التجارب السابقة لفترة زمنية محددة، ويعد نظام القيادة الذاتية من أفضل الأمثلة على هذا النوع، حيث يتم تخزين السرعة الأخيرة للسيارات الأخرى ومقدار مثلا بعد السيارة عن السيارات الأخرى والحد الأقصى للسرعة
وغيرها من البيانات الأخرى اللازمة للقيادة عن عبر الطرق. نظرية العقل طبقا لتصنيف الأربع أنواع اللي هي Theory of Mind، يعني هذا النوع من الذكاء الاصطناعي بفهم الآلة المشاعر الإنسانية والتفاعل مع الأشخاص والتواصل معهم. وبرضه هنا لا يوجد أي تطبيقات عملية حالية على هذا النوع من الذكاء الاصطناعي. من ضمن التصنيفات الأربعة الإدراك الذاتي، وهذا يعتبر نوع الإدراك الذاتي اللي هو السيلف، من التوقعات المستقبلية التي يصبو إليها علم الذكاء الاصطناعي، بحيث يتكون لدى الآلة وعي ذاتي ومشاعر خاصة، الأمر الذي سيجعله أكثر ذكاء من الكائن البشري. ولا يزال هذا المفهوم لتصنيف بس، ولا يزال هذا المفهوم غير موجود على الأرض، على أرض الواقع خالص. فهناك أيضا حقول فرعية للذكاء الاصطناعي، يوجد العديد من المجالات الفرعية للذكاء الاصطناعي، وهي تعلم الآلة زي ما احنا قلنا الماشين ليرنينج، وده قلناها، وقلنا بعد كده تنقيب البيانات في والداتا مايننج، صح؟ دي من ضمن برضو الانفورميشن ريتريفل، برضو استرجاع المعلومات. يتطلب اولا من خلال حقول الذكاء الاصطناعي، لابد وان احتاج الى ما يسمى بالنوليدج ريبريزنتيشن، اللي هي تمثيل المعرفة. الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل في المحاضرات. هيعتبر تمثيل المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي ده يهتم بتمكين الآلات من التفكير واتخاذ القرار. طبعا عشان اتخاذ أي قرارات ذكية تصدر عن الآلة، هناك لابد من استخدام التفكير المنطقي والتفكير الاحتمالي اللي هي اللوجيك والبروبابيليتي. فالتفكير المنطقي في الذكاء الاصطناعي أحد الأشكال المختلفة للتفكير، فيتم خلاله يتم استنتاج الحقائق واستنباطها من بيانات متوفرة. ودي معلش مقدمة بسيطة عن الذكاء الاصطناعي، وإن شاء الله من خلال المحاضرات هنستعرض كل شيء بالتفصيل عن طريق المحاضرات إن شاء الله بالشرائح التعليمية، مقدمة باللغة والشرح باللغة الإنجليزية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب المستوى الثاني شعبة التكنولوجيا بقسم الرياضيات كلية العلوم جامعة بورسعيد، معكم الدكتور أحمد سلامة. إن شاء الله في مقرر الذكاء الاصطناعي، وهذه تعتبر المحاضرة الأولى بعد المقدمة التي أجريت من قبل، المقدمة التاريخية التي قدمناها عن الذكاء الاصطناعي وتاريخه، يعني Artificial Intelligence Course Lectures for Second Level Students.
Paul Said University Faculty of Science Department of Mathematics and Computer Science. What is the artificial intelligence? أنا تناول الذكاء الاصطناعي وبعض التطبيقات عليه. يخدم الذكاء الاصطناعي اتجاهات متعددة. طبعا أنا قلت الكلام ده كله في المقدمة، خرج منها بعضها إلى مجال التطبيق والآخر إلى مجال البحث والتطوير، ولا يدال الكثير في حلم الإنسان، وده أنا عرفت لكم في المقدمة التاريخية للذكاء الاصطناعي. طبعا بعد كده الشرائح التعليمية هتبقى كاملة in English، إنجليزي وبعض الابريفيشن والمصطلحات باللغة العربية والإنجليزية، والشرائح التعليمية إن شاء الله هتبقى باللغة الإنجليزية. مفهوم الذكاء الاصطناعي اللي احنا المفهوم نفسه، ان الذكاء الاصطناعي ده عرفت لكم في المقدمة ان هو فرع من فروع علم الحاسب اللي بيهتم بتصميم وبناء أنظمة حاسوبية أو ذات صفات ذكية تؤهله لتعلم مفاهيم ومهمات جديدة استجابة إلى الظروف المحيطة، وقادرة على التفاعل مع الإنسان بالصوت طبعا والصورة، والكلام ده أنا قلت لكم في بداية اللقاء مع المقدمة التاريخية. استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات كثيرة، منها النظم الخبيرة الاكسبيرت سيستمز أو النظام الخبير، يعني هناك معالجة اللغات الطبيعية اللي هي ناتشورال لانجويج بروسيسنج. بعض المصطلحات لازم نكون عارفينها عشان هنتعرض بعد كده بالتفصيل في المحاضرات القادمة في الشرائح إن شاء الله هتكون باللغة الإنجليزية كاملة. تمييز الأصوات اللي هي voice recognition، يبقى استخدم الذكاء الاصطناعي في تطبيقات كثيرة، منها النظم الخبيرة، معالجة اللغات الطبيعية، تمييز الأصوات، image analysis أو تحليل الصور. دي بعض الكلام بالمصطلحات أو المصطلحات الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي أو artificial intelligence. وقلنا abbreviation من مقدمة، قلنا AI. النظم الخبيرة، النظام الخبير ده هو مجموعة من قواعد المعرفة المتعلقة بمجال معين، ويتمثل ذكاء مثل الأنظمة الخبيرة في قدرتها على التعلم واكتساب الخبرات الجديدة. يعني أنا مثلا عايز أعمل نظام خبير في مجال البترول، نظام خبير في كشف عن مرض، نظام خبير في مقرر دراسي في مفاهيم وتمثيل المعرفة، وبعد كده ده اللي هو النظام أو الخبير. هيستخدم الأنظمة الخبيرة تستخدم في مجالات عديدة، أهمها الطب لتشخيص الأمراض عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة على المريض واقتراح اسم الدواء والعلاج، وتقديم مثلا تقرير يبين كيف تم الوصول إلى هذه النتائج. طبعا احنا تعرضنا لتعريف الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة طبعا في المقدمة أيضا. بعد كده معالجة اللغات الطبيعية، الأربع أو أهم أربع مجالات. هيتم معالجة اللغات الطبيعية من خلال مجموعة من الأنظمة قائمة على أساس معالجة اللغات الطبيعية عن طريق وضع أسس وقواعد لفهم ترابط الكلمات في الجملة، جملة المفيدة طبعا، وفهم القواعد والإعراب لتحليل الجملة إلى أسماء وأفعال وصفات وأحوال وأدوات ربط وغيرها. دي اللي هي اللغات الطبيعية. مثال ذلك مثلا التدقيق الإملائي والنحوي في حزم البرامج في المايكروسوفت، إزاي تدقق إملائيا برضو من خلال معالجة اللغات الطبيعية عن طريق الذكاء.
تمييز الأصوات أيضا يسعى العلماء إلى استخدام طرق أو الأوامر الصوتية لتجعل الحاسوب ينفذ أمرا معينا بدلا من وسائل الإدخال التقليدية مثل لوحة المفاتيح الفأرة وهكذا. يبقى في أوامر اللي هي صوتية لتمييز الأصوات. وما دل هذا الأمر قيد الدراسة والبحث لصعوبة هذا الأمر لعدة أسباب، منها أن فهم الكلام يعتمد على فهم سياق الكلام وليس مقتصر على كلمة واحدة فقط. تحليل الصور طبعا لا تعني الصورة للحاسب إلا مجرد ملف، هو ملف رقمي يخزن مجموعة من النقاط الضوئية أو البيكسلز. وهنا دور الذكاء الاصطناعي يتمثل في كيفية تحليل الصورة بهدف فهم المضمون أو التعرف عليها أو لتحقيق ذلك. اقترح العلماء الذكاء الاصطناعي على خصائص الصورة مثل اللون، مثل العمق، مثل حدود وجوانب الأشياء الظاهرة في الصورة. هذا هو التحليل يعني. الذكاء الاصطناعي طبعا عرفناه في المقدمة، أنا عايز أعرف تاني الذكاء الاصطناعي لأنه له تعريف عدة وتعريف شتى. العلماء اعتمدوا 4 مداخل لتعريف الذكاء الاصطناعي، وهي التفكير كإنسان، think like humans. think like humans هو العلم الذي يجعل الحاسب يفكر، يعني معناها آلة لها عقل يعني. يبقى هنا أول تعريف، التعريف التفكير كإنسان. طيب طالما في تفكير يبقى فيه الفعل كإنسان اللي هو act like humans. هو العلم الذي يمكن الآلة من القيام بتنفيذ أعمال لو نفذت من قبل البشر لا تطلبت ذكاء طبعا. النوع الثالث أو المدخل الثالث لتعريف الذكاء الاصطناعي اللي هو التفكير العقلاني، اللي هو عبارة عن يقوم بتنفيذ مهام العقل البشري عبر الحوسبة. طيب مدام هناك تفكير عقلاني يبقى هناك فعل عقلاني اللي هو الأكت، ده دراسة تصميم وظائف ذكية عن طريق حوسبة. يبقى الذكاء الاصطناعي اختصاره ده ما قلنا قبل كده Artificial Intelligence، مصطلح بيطلق على علم من أحدث علوم الحاسب الآلي، وينتمي هذا العلم إلى الجيل الحديث من أجيال الحاسب الآلي، ويهدف إلى أن يقوم الحاسب بمحاكاة، والكلام ده قلته بالتفصيل، بمحاكاة عمليات الذكاء التي تتم داخل العقل البشري، بحيث تصبح لدى الحاسب المقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار بأسلوب منطقي ومرتب وبنفس طريقة أو نهج تفكير العقل البشري. نأتي لعمليات الذكاء الاصطناعي. طبعا التعليم هو اكتساب المعلومات والقواعد التي تستخدم وتستخدم هذه العمليات. هناك تعليم وهناك التعليل، استخدام القواعد السابقة للوصول إلى استنتاجات تقريبية أو ثابتة. هناك أيضا من ضمن العمليات التصحيح التلقائي أو الذاتي. من ضمن العمليات هو التصحيح التلقائي أو الذاتي، باختصار هو فرع من فروع علوم الحاسوب. يعنى بميكنة السلوك الذكي عند الإنسان، وفيها نحتاج إلى طبعا نظام بيانات يستخدم لتمثيل المعلومات والمعرفة، خوارزميات، تحتاج الخوارزميات
طبعا هنحتاج في التصحيح التلقائي والذاتي باختصار الى نظام بيانات يستخدم لتمثيل ايه المعلومات والمعرفة. خوارزميات نحتاج اليها لرسم طريقة واستخدام هذه المعلومات. لغة برمجة تستخدم لتمثيل كل من المعلومات والخوارزميات. الهدف من الذكاء الاصطناعي، الهدف البعيد هو تطوير أنظمة تحقق مستوى الذكاء، ويكون هذا الذكاء شبيه بذكاء البشر أو أفضل منه. ولم يتحقق بعد ذلك أن ذكاء الآلة لا يمكن أن يكون أفضل من ذكاء البشر. الهدف القريب تطوير أنظمة متعلقة ببعض المجالات تحقق مستوى طبعا من الذكاء للآلة شبيه بذكاء البشر أو أفضل منه. طبعا تحقق حاليا في العديد من في بعض المجالات، يعني دي اللي هي الهدف، تحقيق مستوى من الذكاء يعني. أنظمة. مفاهيم الذكاء الاصطناعي وعلاقته ببقية فروع العلوم الأخرى. المفهوم الأساسي طبعا للذكاء الاصطناعي قلنا هو السعي لنقل الذكاء البشري إلى الأجهزة والبرمجيات، ده اللي هو مفهوم الذكاء الاصطناعي. طبعا لتحقيق هذا المفهوم يجب أن نجيب على بعض التساؤلات، منها كيف يمكن أن نمثل الذكاء داخل الحاسب؟ ثانيا ما هي المجالات التي تستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ ثالثا ما الفرق بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبقية التطبيقات؟ السؤال الأخير، هل هناك برامج أو أجهزة خاصة لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ شاتا لونغ الشخص الوحيد هنا في هذا التيست، الشخص الوسيط بقى هنا بقى الشخص الوسيط الوحيد هقوله تاني، الشخص الوسيط لا يستطيع أن يشاهد أو يتحدث بشكل مباشر لأي من الطرفين. هذه الصورة توضح ذلك. لا يعرف فعليا أي طرف هو الآلة. يمكن أن يتواصل مع الطرفين بأسلوب نصي فقط عن طريق أجهزة متخصصة. هذا الشكل يوضح الشاتي. إنما يستطيع الوسيط أن يميز الآلة من الإنسان، عندها يمكننا أن نفترض أن الآلة ذكية. الذكاء الاصطناعي مقارنة بالعقل البشري. طبعا هناك التصنيف، تم تحديد جوانب تفوق الذكاء البشري على برامج الحاسب التقليدية في طريقة الاستنتاج والتفكير ليتم تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي عشان تقلد تصرفات العقل البشري. طبعا خطوات التفكير البشرية، هناك التصنيف classification، تحديد الرولز أو القوانين، هناك الاكسبيرمنتس أو التجارب، هناك الخبرة أو الاكسبيرينس الخبرة السابقة، هناك التنبؤ، ده خطوات تفكير. وهناك مقارنة بين الحاسب والعقل البشري من خلال وحدات المعالجة، الحاسب والعقل البشري والخلايا العصبية والنهايات العصبية. طبعا تنفيذ المهام هنا، تنفيذ تعليمات البرنامج ده في الحاسب، التنفيذ هنا مع الإنسان مع التعلم مع خاصية إدارة المعلومات المتوفرة لديه، ده مقارنة ما بين الحاسب و العقل البشري من خلال وحدات المعالجة، الوحدات التخزينية، دورات الزمنية، عرض الموجة، تحديث الذاكرة في الثانية، كيفية التعامل مع الذاكرة، كيفية تنفيذ المهام.
المفاهيم العامة للذكاء الاصطناعي النوليدج بيز، اللي أول حاجة زي ما اتفقنا لابد من تمثيل المعرفة. كيف يمكن تمثيل الذكاء في الحاسب؟ من خلال وضع مجموعة المعرفة داخل الحاسب من خلال النوليدج بيز. أولا لابد من التمثيل. استخدام أدوات برمجية تدعى محركة الاستنتاج إنجن، اللي هي تقوم بالبحث واستخلاص النتائج من هذه القاعدة بصورة تشبه طريقة الاستنتاج عند البشر. يتم بناء قواعد المعرفة من خلال تحويل المعرفة إلى حقائق وقواعد أو معالجات منطقية، وهنتناول تمثيل المعرفة بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرات اللي جاية. محرك الاستنتاج هو عبارة عن طريق البحث المختلفة التي تستعمل لاستخراج نتائج أو توليد معارف جديدة. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتناول تمثيل المعرفة من خلال الشرائح التعليمية باللغة الإنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أبنائي هنشوف محاضرة عامة عن ما هو الذكاء الاصطناعي. طبعا محاضرة عامة تعتبر رقم 2 بالنسبة لطلاب مقرر الذكاء الاصطناعي. اتكلمنا قبل كده في مقدمة وفي محاضرة تانية أو محاضرة، ودي تعتبر محاضرة رقم 3 بعد المقدمة. عايز اتكلم بس كحاجة عامة عن الذكاء الاصطناعي، وقدمت تعريف في المحاضرات اللي فاتت، فانا بتكلم الوقت كمقدمة او كمحاضرة رقم 2 بعد المقدمة المحاضرة الاولى. والمحاضرات بالشرائح التعليمية وباللغة العربية والانجليزية هتبقى مرفوعة على اليوتيوب ان شاء الله. ياريت حد يبقى معايا، لو حد موجود من طلبة الذكاء الاصطناعي او الخوارزميات او اي حد في علوم الحاسب يتابع معايا. ده كله هيترفع ان شاء الله، المحاضرات بالشرائح التعليمية بتاعتها هترفع على المحاضرات الموجودة في، وهبلغه ان شاء الله من خلال التواصل على الواتساب. Artificial Intelligence and Expert System، اللي هي ميادين الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة. وياريت الكل يشوف، مش شرط طالب الذكاء الاصطناعي بس، لا انا عايز طلبة كلها بتاع علوم الحاسب، الطلبة بتاع التكنولوجيا، الطلبة بتاع الرياضيات، يعرفوا يعني ايه ذكاء اصطناعي. Artificial Intelligence ميادين الذكاء الاصطناعي او المحاور اللي انا عايز اتكلم فيها بسرعة والعجلة، وهتبقى كل الشرائح التعليمية كلها موجودة في المحاضرة على اللايف ان شاء الله بعد كده، وهتترفع لليوتيوب. ميادين الذكاء الاصطناعي، يعني دي محاضرة تعتبر خاصة بالذكاء الاصطناعي لطلاب الذكاء الاصطناعي، طلاب مقرر الذكاء الاصطناعي، وعامة لأي حد تاني. ميادين الذكاء الاصطناعي، المصطلحات، أنا بتكلم عن المحاور، ميادين الذكاء الاصطناعي، المصطلحات المستخدمة والأبريفيشن بتاعها، تعريف النظم الخبيرة، أنواع ومكونات النظم الخبيرة، خصائص النظم الخبيرة والذكاء الاصطناعي، مجالات الأنظمة الخبيرة. أول حاجة ميادين الذكاء الاصطناعي، طبعا الأنظمة الخبيرة الاكسبيرت سيستم، طبعا المحاضرات هتبقى باللغة الإنجليزية مع العربية على في الشرائح التعليمية على اليوتيوب. الأنظمة الخبيرة أو
هي برامج تحتوي على كمية هائلة من المعلومات التي يملكها الخبير، خبير إنساني في حقل معين من حقول المعرفة، وبعض هذه البرامج أثبتت فعاليتها لتوكيد إمكانيات في هذا المجال. طيب طبعا احنا قلنا قبل كده ان احنا في حاجة الى عشان نتعامل مع الذكاء الاصطناعي لابد من ان يكون هناك خبير للمعرفة، يعني انا وهناك مهندس للنظام او مهندس للمعرفة. خبير المعرفة يعني انا بتاع الكمبيوتر ما يعرفش كيمياء، يبقى انا عايز خبير في الكيمياء عشان اقدر نمثل هذه المعرفة داخل الكمبيوتر، ده اسمه الخبير بتاع خبير المعرفة او اللي هو بيملك المعرفة في مجال معين. تاني حاجة من ميادين الذكاء الاصطناعي اللي هي معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing، ديت بتسعى الى فهم اللغات الطبيعية من الحاسب الاوامر مباشرة بهذه اللغة من المحادثة مع الناس عن طريق الإجابة عن معين. بعد كده برضو من خلال ميادين الذكاء الاصطناعي اللي هو الكلام السبيتش، لتزويد الحاسب على فهم الكلام البشري عن طريق تلقي الأصوات من الخارج وإعادة تجميعها والتعرف عليها ثم الرد عليها. دي كل دي الميادين. هناك طبعا النظر أو الفيجن، بنزود الكمبيوتر بأجهزة استشعار ضوئية تمكنه مثلا من التعرف على الأشخاص أو الأشكال الموجودة. الروبوتس برضو أحد أهم ميادين الذكاء الاصطناعي، وده عبارة عن آلة طبعا كهروميكانيكية تتلقى الأوامر من الحاسب ليقوم بأعمال معينة. الروبوت والذكاء الاصطناعي في هذا المجال يشتمل على إعطاء الروبوت القدرة على الحركة وفهم لبعض من العوامل الخارجية. أحمد كان بيسألني أقول ديب ليرنينج أو الليرنينج، التعلم ده أهمها إيه؟ أهمها التعليم المعزز آليا، وهو محاولة الاستفادة من طاقات الكمبيوتر في مجالات مثلا التربية والتعليم اللي هو في ده الليرنينج. اكسبرت سيستم اي اس الابريفيشن اوف او اختصار للنظام الخبير، كمبيوتر سيستم اور ابلكيشن بازد اون ارتفيشال انتليجنس ديزاين تو replicate the ability of human expert to solve a problem or perform or sequence of tasks. For example, there is many examples on the expert system. Expert system to mathematics. Expert system. Expert system to our. An expert system requires a knowledge base. What is the knowledge base? Knowledge base abbreviation of KB, composed of facts and rules basis, plus an inference engine to run the knowledge base. يبقى احنا هنا عشان النظام الخبير، يبقى انا لازم يكون عندي قاعدة او knowledge او قاعدة معرفية هامة في المجال اللي انا بعمل له نظام خبير، يعني لان هذا النظام يحاكي اداء خبير البشر في مجال خبرة معين في عن طريق تجميع واستخدام معلومات وخبرة خبير في أكثر من مجال. ده اللي هي طبعا يبقى النظام الخبير هنا، إذا
زي ما احنا قلنا هو نظام تفاعلي مبني على الحاسب، على الحاسبات، مصممة بحيث تحاكي تفكير الإنسان أو الخبير البشري في مجال معين للوصول إلى، مش احنا قلنا المعرفة عشان نوصل منها إلى قرارات وإجراءات استدلالية وتوصيات عشان نتخذ القرار. النظام الخبير هو برنامج ذكي أيضا يستخدم القواعد المأخوذة من الخبرة الإنسانية على هيئة شروط ونتائج في مجال معين يعني، واستخدام طرق الاشتقاق والاستدلال واستنتاج النتائج المعللة بالأسباب والنتيجة عن تطابق الشروط أو النتيجة مع شرط أو نتيجة ما خاصة بمشكلة معينة يراد إيجاد لها مثلا الحل. أنا بحيي الناس اللي موجودة معايا دلوقتي على من الذكاء الاصطناعي. مكونات النظام الخبير أو الإكسبرت سيستم، هناك شقين مثلا يتم في، مش احنا قلنا بنحتاج الى النوليدج بيز او قاعدة المعرفة بالتسلسل التالي، اتنين اهو، الخبير اللي هو خبير، الخبير بتاع المجال زي ما قلت لكم الاكسبيرت، او مجموعة الخبراء في مجال معين مطلوب الحصول على نظام الخبرة فيه، حيث يقوم باعطاء كل ما جمعوه من خبرة بأدق التفاصيل الى الانجينير او النوليدج انجينير اللي هو مهندس، اللي هو مهندس المعرفة. يبقى شقين مهمين جدا في مكونات النظام الخبير، اللي هو الخبير واللي هو الانجينير او النوليدج انجينير اللي هو مهندس المعرفة. ومهندس المعرفة يتولى وضع الخبرة في شكل قواعد، في شكل قواعد للتضمين الشرطي متضمنة الشروط والنتائج لهذه الشروط، وذلك تطبيق التقنيات المختلفة. ده اللي هو الشقين، الشق الأولاني والشق الأولاني قلنا الخبير ومهندس المعرفة knowledge engineer. الشق الثاني يتم فيه طرح الأسئلة من قبل المستخدم، ده يبقى احنا هنحتاج إلى اليوزر، يبقى فيه تسلسل من قبل المستخدم للحصول على نتائج او النصيحه من النظام الخبير، والذي يتم على بالتسلسل التالي: اول حاجه المستخدم اللي هو اليوزر، العديم الخبره او ذو الخبره المحدوده والذي يريد ان يحصل على المعرفه الحقيقيه والخبره المكتسبه لاي مشكله في اي مجال يعني. مدخل بقى الموائمه للمستخدم هو اليوزر انترفيس، ده بيسمح بتبادل المعرفة بين المستخدم وقاعدة المعرفة، والذي يجعل سؤال المستخدم مفهوما من قبل قاعدة المعرفة. يبقى ده الشق الثاني اللي هو اليوزر واليوزر انترفيس. الكنترول، هناك أنظمة خبيرة متعددة في مجالات زي التنقيب على حاجة incomplete knowledge، وكده بقى إن شاء الله عليكم النهاردة، وإن شاء الله المحاضرات التدريبية من خلال الشرائح كلها موجودة على اليوتيوب أبناء الأعزاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أبنائي طلاب شعبة التكنولوجيا وعلوم الحاسب بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب كلية العلوم جامعة بورسعيد. النهاردة إن شاء الله احنا في اللقاء يعتبر الثالث من محاضرات
الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence. في المحاضرات السابقة أعطينا اللقاء الأول والمحاضرة السابقة أعطينا تعريف للذكاء الاصطناعي وبعض ومقدمة تاريخية عن الذكاء الاصطناعي. النهاردة إن شاء الله في هذه المحاضرة هنتعرض إلى ما زلنا في بدايات الذكاء الاصطناعي. زي ما قلت لكم المحاضرة اللي فاتت واللقاء بالكلية والمحاضرة أونلاين، إن شاء الله كل المحاضرات مرفوعة على اليوتيوب ومرفوعة على الفيس، ومن خلال البث المباشر احنا قلنا اتفقنا ان كل طالب من خلال محاضرات داخل الكلية ومن خلال محاضرات اونلاين عايز تقرير عن كل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي هنشوف محاضرة عامة عن ما هو الذكاء الاصطناعي. طبعا محاضرة عامة تعتبر رقم 2 بالنسبة لطلاب مقرر الذكاء الاصطناعي. اتكلمنا قبل كده في مقدمة وفي محاضرة تانية أو محاضرة، ودي تعتبر محاضرة رقم 3 بعد المقدمة. عايز اتكلم بس كحاجة عامة عن الذكاء الاصطناعي، وقدمت تعريف في المحاضرات اللي فاتت، فانا بتكلم دلوقتي كمقدمة او كمحاضرة رقم 2 بعد المقدمة المحاضرة الاولى. والمحاضرات بالشرائح التعليمية وباللغة العربية والانجليزية هتبقى مرفوعة على اليوتيوب ان شاء الله. يا ريت حد يبقى معايا، لو حد موجود من طلبة الذكاء الاصطناعي أو الخوارزميات أو أي حد في علوم الحاسب يتابع معايا. ده كله هيترفع إن شاء الله، المحاضرات بالشرائح التعليمية بتاعتها هتترفع على المحاضرات الموجودة في، وهبلغكم إن شاء الله من خلال التواصل على الواتساب. Artificial Intelligence and Expert System اللي هي ميادين الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة. ويريت الكل يشوف، مش شرط طالب الذكاء الاصطناعي بس، لا أنا عايز طلبة كلها بتاع علوم الحاسب، الطلبة بتاع التكنولوجيا، الطلبة بتاع الرياضيات، يعرفوا يعني ايه ذكاء اصطناعي. Artificial Intelligence ميادين الذكاء الاصطناعي أو المحاور اللي أنا عايز أتكلم فيها بسرعة والعجلة، وهتبقى كل الشرائح التعليمية كلها موجودة في المحاضرة على اللايف إن شاء الله بعد كده، وهتترفع لليوتيوب. ميادين الذكاء الاصطناعي يعني دي محاضرة تعتبر خاصة بالذكاء الاصطناعي لطلاب الذكاء الاصطناعي، لطلاب مقرر الذكاء الاصطناعي، وعامة لأي حد تاني. ميادين الذكاء الاصطناعي المصطلحات، أنا بتكلم على المحاور، ميادين الذكاء الاصطناعي المصطلحات المستخدمة والأبريفيشن بتاعها، تعريف النظم الخبيرة، أنواع ومكونات النظم الخبيرة، خصائص النظم الخبيرة والذكاء الاصطناعي، مجالات الأنظمة الخبيرة. أول حاجة ميادين الذكاء الاصطناعي طبعا الأنظمة الخبيرة الاكسبرت سيستم. طبعا زي ما قلت لكم المحاضرات هتبقى باللغة الإنجليزية مع العربية على في الشرائح التعليمية على اليوتيوب. الأنظمة الخبيرة أو هي برامج تحتوي على كمية هائلة من المعلومات التي يملكها الخبير، خبير إنساني في حقل معين من حقول المعرفة، وبعض هذه البرامج أثبتت فعاليتها لتوكيد إمكانيات في هذا المجال. طيب
طبعا احنا قلنا قبل كده ان احنا في حاجة الى عشان نتعامل مع الذكاء الاصطناعي لابد من ان يكون هناك خبير للمعرفة، يعني انا وهناك مهندس للنظام او مهندس للمعرفة. خبير المعرفة يعني انا بتاع الكمبيوتر ما يعرفش كيمياء، يبقى انا عايز خبير في الكيمياء عشان اقدر نمثل هذه المعرفة داخل الكمبيوتر، ده اسمه الخبير بتاع خبير المعرفة أو اللي هو بيملك المعرفة في مجال معين. تاني حاجة من ميادين الذكاء الاصطناعي اللي هي معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing، ديت بتسعى إلى فهم اللغات الطبيعية من الحاسب الأوامر مباشرة بهذه اللغة من المحادثة مع الناس عن طريق الإجابة عن أسئلة معينة. بعد كده برضو من خلال ميادين الذكاء الاصطناعي اللي هو الكلام السبيتش، اللي هي تزويد الحاسب على فهم الكلام البشري عن طريق تلقي الأصوات من الخارج وإعادة تجميعها والتعرف عليها ثم الرد عليها. دي الميادين. هناك طبعا النظر أو الفيجن اللي احنا بنزود الكمبيوتر بأجهزة استشعار ضوئية تمكنه مثلا من التعرف على الأشخاص أو الأشكال الموجودة. الريبوتس برضو أحد أهم ميادين الذكاء الاصطناعي، وده عبارة عن آلة طبعا كهروميكانيكية تتلقى الأوامر من الحاسب ليقوم بأعمال معينة، ده الريبوت يعني. والذكاء الاصطناعي في هذا المجال يشتمل على إعطاء الريبوت القدرة على الحركة وفهم لبعض من العوامل الخارجية. أحمد كان بيسألني أقول ديب ليرنينج أو الليرنينج، التعلم ده أهمها إيه؟ أهمها التعليم المعزز آليا، وهو محاولة الاستفادة من طاقات الكمبيوتر في مجالات مثلا التربية والتعليم اللي هو في ده الليرنينج. سألت يعني اكسبرت سيستم اي اس الابريفيشن اوف او اختصار للنظام الخبير، كمبيوتر سيستم اور ابلكيشن بازد اون ارتفيشال انتليجنس ديزاين تو replicate the ability of human expert to solve a problem or perform or sequence of tasks. For example, there is many examples on the expert system. Expert system to mathematics, expert system geology, expert system to an expert system requires a knowledge base. What is the knowledge base? Knowledge base is abbreviation of KB, composed of facts and rules basis, plus an inference engine to run the knowledge base. يبقى احنا هنا عشان النظام الخبير، يبقى انا لازم يكون عندي قاعدة او knowledge او قاعدة معرفية هامة في المجال اللي انا بعمل له نظام خبير، يعني لأن هذا النظام يحاكي أداء الخبير البشري في مجال خبرة معين، في عن طريق تجميع واستخدام معلومات وخبرة خبير في أكثر من مجال. ده اللي هي طبعا يبقى النظام الخبير هنا زي ما احنا قلنا هو نظام تفاعلي مبني على الحاسبات، مصممة بحيث تحاكي تفكير الإنسان أو الخبير البشري في مجال معين للوصول الى، مش احنا قلنا المعرفة عشان نوصل منها الى قرارات واجراءات استدلالية وتوصيات
عشان نتخذ القرار. النظام الخبير هو برنامج ذكي أيضا يستخدم القواعد المأخوذة من الخبرة الإنسانية على هيئة شروط ونتائج في مجال معين يعني، واستخدام طرق الاشتقاق والاستدلال واستنتاج النتائج المعللة بالأسباب والنتيجة عن تطابق الشروط أو النتيجة مع شرط أو نتيجة ما خاصة بمشكلة معينة يراد إيجاد لها مثلا الحل. أنا بحيي الناس اللي موجودة معايا الوقت على من بتوع الذكاء الاصطناعي. مكونات النظام الخبير أو الاكسبرت سيستم، هناك شقين مثلا يتم في، مش احنا قلنا بنحتاج الى النوليدج بيز او قاعدة المعرفة بالتسلسل التالي. اتنين اهو، الخبير اللي هو خبير الخبير بتاع المجال زي ما قلت لكم الاكسبرت، او مجموعة الخبراء في مجال معين مطلوب الحصول على نظام الخبرة فيه، حيث يقوم بإعطاء كل ما جمعوه من خبرة بأدق التفاصيل إلى الإنجينير أو النوليدج إنجينير اللي هو مهندس، اللي هو مهندس المعرفة. يبقى شقين مهمين جدا في مكونات النظام الخبير، اللي هو الخبير واللي هو الإنجينير أو النوليدج إنجينير اللي هو مهندس المعرفة. ومهندس المعرفة يتولى وضع الخبرة في شكل قواعد في شكل قواعد للتضمين الشرطي متضمنة الشروط والنتائج لهذه الشروط، وذلك تطبيق التقنيات المختلفة. ده اللي هو الشقين، الشق الأولاني والشق الأولاني قلنا الخبير ومهندس المعرفة knowledge engineer والإكسبرت. الشق الثاني يتم فيه طرح الأسئلة من قبل المستخدم، ده يبقى احنا هنحتاج إلى اليوزر، يبقى فيه تسلسل من قبل المستخدم للحصول على نتائج أو النصيحة من النظام الخبير، والذي يتم على بالتسلسل التالي: أول حاجة المستخدم اللي هو اليوزر، العديم الخبرة أو ذو الخبرة المحدودة والذي يريد أن يحصل على المعرفة الحقيقية والخبرة المكتسبة لأي مشكلة في أي مجال يعني. مدخل بقى الموائمة للمستخدم اللي هو اليوزر انترفيس، ده بيسمح بتبادل معرفة بين المستخدم وقاعدة المعرفة، والذي يجعل سؤال المستخدم مفهوما من قبل قاعدة الايه المعرفة. يبقى ده الشق الثاني اللي هو اليوزر واليوزر انترفيس. الكنترول، أداة تحكم، اللي هي أداة تحكم داخلية في محرك الاستدلال وقاعدة المعرفة للإجابة على أي سؤال مطلوب من قبل مثلا المستخدم. محرك الاستدلال اللي هو الانفيرنس انجن، وده بيقوم بعمل شبه محرك المحرك، وذلك لتوجيه البحث في الاتجاهات المختلفة بقاعدة المعرفة اللي احنا قلنا عليها، الى ان تتم على الإجابة على السؤال المستخدم. طبعا كفاءة نظام الخبير، هناك أنظمة خبيرة متعددة في مجالات زي التنقيب عن البترول والخامات المعدنية، أنظمة لإصلاح الأعطال، أنظمة في ترتيب تشكيلة أنظمة الحاسبات مثلا الإلكترونية وغيرها من الأجهزة الدقيقة. هناك قائمة بأهم النظم الخبيرة المعروفة حتى اليوم. طبعا هناك أنظمة خبيرة قلنا للتنقيب عن البترول، أنظمة خبيرة في مجال
الطب في مجال التعليم. هنتكلم عن من خلال الشرائح على هذه الأنظمة الخبيرة من خلال الشرائح التعليمية إن شاء الله بالتفصيل، وهندي بعض الأمثلة على النظم الخبيرة. هناك نظام خبير في صناعي يستعمل في برمجة وعملية تصنيع ومراقبة المنتج مثلا في خطوط الإنتاج. هناك نظام خبير في الكيمياء، نظام خبير في الرياضيات، يعالج أو يؤدي عملية المعالجة الرمزية للمصطلحات الرياضية. وطبعا أول نظام في الرياضيات حط كنظام خبير بمعرفة شركة اسمها MIT، دي صممت في الرياضيات. كل شركة عملت حاجة. طبعا هناك متطلبات عامة يجب أن تتوافر في أي نظام خبير، الكلام ده كله هنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله من خلال الشرائح التعليمية. هناك الأنظمة الخبيرة برضو مجالات معينة أثبتت قدرتها اشتهرت في التخطيط البلانينج، في تحليل العوارض وتحديد الأخطاء، في التصميم أو الديزاين، في القيادة والسيطرة اللي هي الكوماند اند كنترول، وغيرها في المجالات المتخصصة كتير جدا. نستنتج من كل الكلام اللي أنا قلته إن ما تقد أي نظام خبير وبالأحرى أو نظم قواعد المعرفة اللي هي knowledge based system، وهناك أنظمة جديدة أيضا knowledge based system، أنظمة جديدة ذات قدرات تفوق بمراحل قدرات الأنظمة الآلية التقليدية اللي هي منذ البداية، اللي لها القدرة على الاستنتاجات من بيانات ناقصة أو متناقضة اللي هي incomplete and incomplete knowledge، اللي هي البيانات اللي مش مكتملة أو الناقصة. وهناك أنظمة ديت ليه بقى البيانات الناقصة ديت تحاكي الخبراء مثلا والقادة العسكريين الذين غالبا ما يتخذون القرارات تحت هذه الظروف اللي هي بتكون incomplete، اللي هي الغامضة. وبالتالي الذكاء الاصطناعي ممكن أن يتوقع أو يعطي القرار حتى في ظل هذه البيانات المتناقضة. يعني طبقت incomplete knowledge طبعا والذكاء الاصطناعي طبق في مجالات تتناسب مع المعرفة. يعني طبعا من الأنظمة الخبيرة من خلال الذكاء الاصطناعي في مجال الطب التشخيصي، وقلنا قبل كده في مجالات كتير جدا، وكده بقى إن شاء الله كفاية عليكم النهاردة، وإن شاء الله المحاضرات تفاعلية من خلال الشرائح كلها موجودة على اليوتيوب أبناء الأعزاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.